بدأنا برنامج تصفير البيروقراطية بدراسة دقيقة لكل خطوة في عملياتنا، ونجحنا في تحليل 43 مبادرة لتحسين وتبسيط الإجراءات. شملت هذه المبادرات جميع خدماتنا بما فيها المشتركة مع شركائنا من البلديات والجهات، ونجحنا في تحليل 14 مبادرة قابلة للتطبيق سيكون لها الأثر الكبير على رضا المتعاملين. أود أن أسلط الضوء على بعض من هذه المبادرات. أولاً، دمج الخدمات. قمنا بدمج العديد من الخدمات لتصبح متكاملة ومترابطة، مما قلل من عدد الإجراءات للحصول على الخدمات المطلوبة. ثانياً، نافذة عملية واحدة مع الجهات الحكومية والمحلية والشركاء. قمنا بتنفيذ نافذة موحدة مع بعض البلديات تتيح للمتعاملين تقديم جميع طلباتهم من خلال نقطة واحدة. هذا التغيير يسهل على المتعاملين الحصول على جميع الخدمات التي يحتاجونها دون الحاجة للتنقل بين عدة مكاتب أو إدارات أو حتى عدة منصات إلكترونية. ثالثاً، تبسيط الإجراءات. تم تقليص عدد الخطوات في العديد من العمليات، مما أدى إلى تقليل الوقت المستغرق لتقديم هذه الخدمات.